مشاهدينا المحترمين، سلام الله عليكم، اهلا بكم الى حلقه جديده من البلاد اليوم. في حلقه اليوم مشاهدينا سنتحدث حول جمله من المواضيع. امس كان اليوم العالمي للدفاع عن حقوق المراه، الرئيس تبون اشرف على الاحتفال الرسمي بهذه المناسبه هنا في الجزائر، وعلى هامش هذا الاحتفال كانت هناك جولة للرئيس في معرض للتراث الجزائري في المركز الدولي للمؤتمرات. خلال هذه الزيارة رئيس الجمهورية تحدث عن ضرورة حماية المنتوج الجزائري من التقليد وحفظ هذا التراث من محاولات ادعاء ملكيته. طبعا قضية ملكية التراث الجزائري والدفاع عن التراث الجزائري وتصنيف التراث الجزائري من طرف الهيئات العالمية خصوصا منظمة اليونسكو، هذا من بين الأمور التي أثار حولها جدل كبير في الآونة الأخيرة، خصوصا وأنه المخزن عبر أبواقه يحاول دائما ويكرر محاولاته الاعتداء على الموروث الثقافي الجزائري. هنا يضيف هذا الشيء وهذا الهجوم وهذا الوضع إزاء التراث الوطني من المسؤولية إزاء الحفاظ عليه والدفاع عنه، وجزائرية هذا التراث أيضا تستحق كل التوضيح وتسليط الأضواء حولها. طبعا هذا موضوعنا الأول. في موضوعنا الثاني في هذا الجزء مشاهدينا، كانت زيارة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى سبتة المحتلة المغربية. طبعا أبواق المخزن خرسوا وصمتوا ولم نسمع لهم أي صوت، خصوصا وأن هذا بيدرو سانشيز قد كانت له زيارة قبل شهور إلى المغرب والتقى بكبار المسؤولين وكان في احتفاء كبير وكان الحديث عن صفحة جديدة، لكن هذا يدل على أن المخزن وأبواقه لا كرامة لهم في الدفاع عن أرضهم المحتلة ولا كرامة لهم في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب أمام هذا الاحتلال الإسباني للمدينتين سبتة ومليليا، لكنهم صمتوا ولم نسمع لهم صوتا، خصوصا أبواق المخزن حاولوا في الآونة الأخيرة حتى المساس بالتراب الجزائري وقاموا بما قاموا به مما وصفه البعض بغزوة الألوان والتلوين على الأوراق التي لا قيمة لها. هذه المرة هذه الأبواق تطبق قاعدة أعمل نفسك ميت ولا تكون لك أي ردة فعل. طبعا سنناقش هذا وثم نتحدث بعد ذلك مشاهدينا في الجزء الثاني في قطاع التربية حول قضية البكالوريا وامتحان شهادة التعليم المتوسط وما قاله الوزير حول عملية إعداد الأسئلة وأيضا حول منهجية التصحيح ومعلومات أخرى في هذا الشأن. في جزئنا الأول مشاهدينا نسعد بأن يكون معنا البروفيسور العيد زغلامي أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر. بروفيسور زغلامي مساء الخير. مساء الخير وشكرا على الاستضافة، تحية إليك وكل متتبعي قناة البلاد. طبعا بروفيسور زغلامي، إذا منذ مدة والأبواق المخزنية كل مرة عندها هدف حول تراث جزائري، تراث واضح موضح في كتب التاريخ، موضح في كتابات المؤرخين، موضح في المتاحف وموضح بشكل واضح جدا، لكن المخزن بكل صفاقة وبكل وقاحة يقول أن الزليج أولا ثم بعد ذلك ما يسمى بخيط الروح ثم الآن الحايك الجزائري رمز المجاهدات الجزائريات، يحاول هذا المخزن أنه ينسبه إلى نفسه. الرئيس أمس قال أنه حماية التراث الوطني خصوصا من تلك ادعاءات البعض نسبه إليهم هذا يمثل شيء أساسي بالنسبة لنا. حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يدل على ماذا؟ بأن المخزن يقوم لديه استراتيجية ممنهجة مفادها الإساءة والتحريض والاستفزاز للجزائر من جميع الجوانب، سواء كان سياسي دبلوماسي رياضي، والآن نتكلم على الميدان الثقافي والموروث الثقافي. نظن علينا نحن والبلد يعني طبيعة الحال غني بثقافاته بتنوع ثقافاته لهجاته وتراثه إلى غير ذلك المادي والغير مادي، حان الأوان أن ندقق في هذا، أن نقوم بتسجيل وترسيم كل هذا الموروث لا لشيء إلا للحفاظ على هويتنا وهذا هو الأساس. إذن حان الأوان
أن لا نتجاهل أي إبداع من هذا القبيل، ونظن على الوزارات المعنية بما فيها وزارة الثقافة والفنون أن تدقق في هذه الأمور، ونظن هناك هيئات كذلك تشرف على هذا من خلال الملكية الفردية ومن خلال الملكية الفكرية وكل ما يتعلق بالإنتاج، سواء كان إنتاج ثقافي سواء كان إنتاج سمعي بصري إلى غير ذلك من الأمور. إذن حان الأوان أن نتدارك بأن هناك ربما أمور لم نقوم بتدقيق فيها، حان الأوان أن لنؤكد هذا ونرجع للأمور إلى مجاريها لتفادي مثل هذه الأطماع والأطماع التي نراها من خلال ما يقوم به المخزن في استراتيجية الإساءة إلى كل ما هو رموز للدولة الجزائرية، كما قلت سياسيا رياضيا اليوم ثقافيا غدا تاريخيا إلى غير ذلك من الأمور. طبعا هي سياسة ربما السرقة يعني في العلن التي يمارسها نظام المخزن. طبعا ربما المخزن كان قد استثمر في السنوات الماضية تراجع للجزائر للأسف السنوات الماضية في المحافل الدولية، الجزائر تركت المجال فارغا أمام الدعاية المخزنية وأمام من يوظفهم المخزن متغلغلين في هذه المؤسسات. لكن حان اليوم، الجزائر بالمرصاد، الجزائر دائما ما تتحدث بلهجة صارمة وتقول هذا تراثي هذا تاريخي ممنوع الاقتراب. حقيقة أنا لا أقول كان فيها تراجع أو من هذا القبيل، ولكن كان فيها كذلك تواطؤ من طرف جهات جزائرية، بحيث يعني نلاحظ جليا أن خلال 20-30 سنة الماضية، وخاصة أتكلم على لما كان فيها تدفق لكل ما يتعلق بالمخدرات، ولم يتحرك المجتمع ولم تتحرك السلطات العمومية آنذاك إلى أن تفاقمت الأوضاع وأصبحت ممارسات يومية، فبدأ نتكلم على بأن هناك تدفق من طرف المخزن في قضية المخدرات وغيرها. وطبيعة الحال هذا الشيء اللي أحدث حقيقة قلاقل بالنسبة للمجتمع الجزائري، والآن أتأسف أن أقول أن الآن أصبحت يعني أصبح وكأنها رياضة وطنية في قضية المهوليسات، في قضية النقب، أقول كل هذه أنواع المخدرات. الآن فيما يخص كما تفضلت الجانب الثقافي، فكان إهمال، كان تسيب، وإضافة إلى الإهمال والتسيب في الحفاظ على هذه، حتى تلف بعض يعني الأمور الرمزية المتعلقة بالتراث الوطني. نرى في قضية الآثار التاريخية تم سلبها ليس فقط في اتجاه المغرب ولكن في اتجاه دول أجنبية، فإذا كان فيها تسيب على أكثر من صعيد، لا لشيء، لأن البلد كانت لا يهمها الجوانب المتعلقة بالشخصية الجزائرية بالهوية الجزائرية، وبالتالي الآن كل الدول مثل عدة دول تتطاول على الجزائر، والمخزن هو آخر من يقوم بهذا، يتطاول على ما هو مكتسبات جزائرية معروفة. قضية مثلا الراي، أغنية الراي كلنا يعرف بأنها جزائرية، ولكن حاولوا استحواذها، ولكن بتواطؤ، خلينا نقول بتواطؤ بعض الجهات الجزائرية، هذا باش تكون أمور واضحة. يعني أعرف جيدا أن كاين جهات من كانت، أنا مثلا نعطيك مثال بسيط، منذ يومين أو ثلاثة أيام ماذا وقع؟ وقع أن كان فيها معلومات مفادها أن مكتبة الفيلسوف محمد أرقون وهو الجزائري الجنسية قدم هدية لكتاباته مكتبته من طرف امرأته وهي مغربية، قدمها إلى يعني إلى الأطراف المغربية. يعني هناك إشكال يعني في هذا الأمر، كيف يعني للمفكر الجزائري محمد أرقون أنه يعني، ولو في الوصاية بعض المعلومات تقول بأنه هو الذي طلب من هذا طلب. فإذا نظن هنا حان على الجزائريين أن يفرقوا بين شخصيات، أو يعني عدم سوء تفاهم بين شخصية معينة ودولة الجزائر والوطن. الوفاء للوطن يا صديقي العزيز، وثقافة الدولة أنا كنت مرسخة بغض النظر على المضايقات والتلاعبات والتناقضات بينك وبين جهات معينة، ولكن أن نهدر يعني مثل هذا الكنز من المعلومات ومن هذه يعني الكتب إلى جهات أخرى، فهذا أمر يعني طبعا. والعمل المكثف لي يعني
تثبيت ملكيتنا لهذا التراث الثقافي هو عمل متراكم وعمل مستمر، ليس فقط كل مرة يعني لما نشوف هجمة مخزنية ضد التراث الجزائري أو محاولة لنسب، طبعا هذه المرة ربما حتى في وسائل التواصل الاجتماعي هناك هبة جزائرية كبيرة، خصوصا الحايك، حتى الحايك رمز حشمتي ورمز المرأة الجزائرية والمجاهدة الجزائرية والشهيدة الجزائرية، يأتينا ناس يقول لك هذا الحايك هو مغربي فجأة هكذا ظلما وعدوانا. لا، على كل يعني كل ما هو ما يقوم به المخزن، الذي شيء ما يقوم به المخزن الذي شيء لمحاولة من يعني تقليص من دور الجزائر ورمزيتها وقوة ثورتها. على بالك الإشكال الآن المطروح أن الثورة الجزائرية تشكل عقدة لكثير من الدول بما فيها المخزن، مع احتراماتي لبعض المغاربة الذين عاونوا وقدموا الدعم للجزائر، ولكن تكلمت في المقدمة تكلمت على الأطماع التوسعية للمغرب. راح تحثوا عليه صديقي العزيز، هذه الأطماع لم تكن وليدة أمس، بل حتى أثناء الحرب التحريرية والجزائر تكافح من أجل سيادتها الترابية كان فيها أطماع مفادها أن بعض المغاربة طلبوا من فرنسا أن تقدم لهم بعض تتنازل على بعض المدن في المنطقة الغربية للجزائر، ودليل على ذلك لما كان فيها بطبيعة الحال احترام بين الجزائر وفرنسا بحكم اتفاقية إيفيان، وكذلك كما يقولوا احترام للحدود التاريخية التي ورثت من الاستعمار. فماذا وقع؟ وقع حرب الريمات 1963. خلينا نشوف ربما